راديو الأهرام يقدم المريض أهم، برنامج طبي مع منى السيد. مستمعي راديو الأهرام، النهاردة احنا في مؤتمر الجمعية الدولية للأورام على هامش مؤتمرها الدولي 12 لأورام الثدي. معنا الدكتور ماجد أبو سعادة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور ضيف في المريض أهم. أهلا وسهلا على راديو الأهرام. أهلا بيك. أهلا بيك. النهاردة احنا هنتكلم عن الجديد في أورام الثدي والعلاجات الجديدة. عايز حضرتك توضح لي النقطة دي. هو طبعا المؤتمر بيتكلم على أورام الثدي وأورام الجهاز التناسلي للأنثى. تمام. فأنا أنا مهتم أكتر بحتة الجهاز التناسلي للأنثى، لان هو ده التخصص الاساسي بتاعي، اللي هو الاورام بتاع جهاز تناسلي الانثى، اللي هو بيشمل مينلي يعني اهم حاجه عنق الرحم وبطانه الرحم واورام المبيض. تمام. حابب تسالي على الجديد. طبعا الجديد كتير جدا. الجديد في عندنا السنه دي هنناقش من ضمن الحاجات المهمه اللي هنناقشها في الطرق المختلفة في العلاج. في عندنا دلوقتي العلاج عن طريق المنظار الجراحي، بحيث ان احنا التدخل يبقى يعني ما فيش بقى العمليات اللي هي كبيرة وفتح البطن والتشريح والكلام ده كله. فبالتالي التدخل الجراحي عن طريق المنظار بيدي فرصة للسيدة انها تتعافى سريعا بعد العملية، وبيقلل المتاعب اللي هي ممكن تصاب بها او تشكي منها بعد الجراحة. في عندنا من الحاجات المهمة برضو الوسائل المختلفة ان احنا نقدر نحافظ على قدرة السيدة على انها تحمل وتنجب بعد العلاج بتاع السرطانات المختلفة، لان طبعا زمان كان العلاج بتاع الحاجات دي سواء عن طريق الجراحة او عن طريق العلاجات الكيماوية او الاشعاعية بيشمل ان احنا بنقضي على قدرة السيدة على الانجاب او على الحمل والانجاب نتيجة انها بتصيب وظيفة المبيض في مقتل. طريقة امل السيدة طبعا يعني. فطبعا ديات من ضمن الطرق المختلفة اللي هتم مناقشتها، ان احنا كيفية الحفاظ على هذه الوظيفة المهمة جدا بالنسبة للسيدة، وخاصة ان في عندنا بعض الاورام ابتدت تبقى موجودة في سن صغيرة، وبالتالي الست لها الحق ان هي تحتفظ بقدرتها على الحمل وعلى الانجاب. هل الحمل والانجاب بعد العلاج من الاورام ممكن يسبب مشاكل للجنين او للام فيما بعد؟ والله ما نقدرش نتكلم كلام مطلق، لان طبعا غالبا يعني الاورام دي اغلب الحالات بتبقى في سن متقدمه، بحيث ما بيبقاش فيه فرص للحمل ولا الانجاب بعد كده. لكن في الاورام اللي بتحصل في السن الصغيره لازم يبقى في فتره نقاهه كافيه لو كنا مستعمل على حسب برضو انواع الادويه المستخدمه، بحيث انها ما تبقاش فيه تأثير متبقي من طرق العلاج المختلفة تأثر على الحمل وتأثر على نوعية الجنين وتكوينه فيما بعد. أنا عايزة برضو حضرتك تقولي العلاج بالإشعاع اللي احنا بنتكلم فيه والعلاج المناعي الجديد. هو طبعا من ضمن الحاجات المهمة في عندنا العلاج المناعي والعلاج الموجه. العلاج الكيماوي اللي هو كان بيستخدم عامة، في أدوية بتتاخد علشان تقضي على الخلايا السرطانية، لكن كان في الطريقة اللي بتشتغل بها هذه الأدوية كانت بتأثر برضو على الخلايا السليمة في نفس الوقت، بحيث ان يبقى في الأضرار بتاعتها كبيرة وممكن تأثر على الخلايا السرطانية لكن تأثر برضو على الخلايا السليمة. فالعلاج المناعي والعلاج الموجه ديت من ضمن الحاجات المستحدثة الجديدة اللي ممكن تدي تفتح المجال لطرق علاج يعني مبشرة جدا في علاج الأورام اللي هي بتحتاج علاج كيماوي فيما بعد. لأن العلاج المناعي ده مثلا بيساعد على ان الجسم يبقى المناعة بتاعته تبقى جيدة، بحيث ان هي تقدر تقاوم الوجود للأورام السرطانية الغير طبيعية بحيث انها تقضي عليها
واحنا لازم نعرف ان احنا عندنا في جسمنا عامه من وقت للتاني بتطلع بعض الخلايا اللي هي غير طبيعيه، سواء بتنقسم او بتطلع بشكل غير طبيعي. لو الجسم لم يتعرف عليها ولم يقضي عليها تبتدي الخلايا دي تكمل في النمو والانتشار، وده ينتج منه بقى حدوث الاورام السرطانيه. فطبيعي ان المناعه بتاعت الجسم بتقدر تقضي على هذه الخلايا في مهدها بحيث ان هي ما تتطورش الى الاورام. فالعلاج المناعي بيساعد الجسم على الاتيان بمثل هذه الوظيفه. طبعا هو لسه يعتبر في بدايته، مش منتشر في جميع الاورام، له استعمالات يعني في بعض الحالات، وبعض الحالات لسه برضو تحت طور التجربه. العلاج الموجه بيبقى علاج بيتاخد بحيث ان هو يتاخد موجه للخلايا السرطانية بالذات، يقضي عليها من غير ما يصيب الخلايا السليمة اللي موجودة حواليها، او بحيث ان هو يبقى موجه ان هو موجه للمحيط اللي موجود فيه الورم، بحيث انه يخليه غير مناسب لنمو الورم، وبالتالي يسهل من عملية القضاء عليه. طيب العلاجات الجديدة دي هل بتتناسب مع اي سيدة تصاب بالاورام، ولا في بعض السيدات؟ لا، ما نقدرش نقول اي سيدة، احنا نقول يعني في اورام، يعني كل سيدة في اورام معينة موجودة، نوع الورم، العضو المصاب بالورم، درجة تطور الورم، نوعية الورم نفسه ونوعية الخلايا بتاعته، كل ديت بتحدد طبعا الطرق العلاجية. يعني مثلا في بعض الحاجات العلاج الأساسي بتاعها علاج جراحي، بعض الأورام العلاج الأساسي بتاعها علاج إشعاعي، بعض الحاجات في علاج الدوائي سواء عن طريق الكيماوي أو المناعي أو الموجه، وفي حاجات لازم يستخدم فيها يعني كذا حاجة في نفس الوقت عشان نصل إلى أحسن نتيجة. طبعا انا بشكر حضرتك، ان شاء الله يبقى في بيننا لقاءات دايما على المريض اهم. شكرا يا فندم. شكرا. المريض اهم، برنامج طبي مع منى السيد.